بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا يا جماعة. احنا داخلين على فصل الصيف. فصل الصيف هيبقى فيه طبعا المرض اللي هو بيضايقنا ودايما يجي في الزغاليل اللي هو الجدري. عشان نبدأ نتعامل مع الموضوع ده لازم أول حاجة هنعملها لازم النظافة يا جماعة. النظافة لو انت بتنظف طبعا بيبقى فيه تكاسل شوية في الشتاء، لا في الصيف هتحتاج انك انت لازم تنظف باستمرار عشان نمنع موضوع الجدري ده. تاني حاجة يا جماعة، لو في حد عنده اي شباك مثلا مفتوح زي ده كده، طبعا هنحط مثلا في المكان ده السلك اللي هو بتاع الناموس. سلك الناموس ده مهم جدا برضو عشان نقدر نتلاشى موضوع الجدري ده، عشان الجدري ده بيضايق ناس كتير جدا وهو مرض رخم فعلا بيجي للزغاليل، وخاصة عشان بيبقى الجسم بتاعهم مكشوف. زاد ان الناموس طبعا هو اللي بيبقى متسبب في موضوع مرض الجدري ده، علشان طبعا بيقرص الجسم اللي هو المكشوف بتاع الزغلول. طبعا في كمان حابب ان انا اتكلم على مضاد الفيروسات ده، مهم جدا ان احنا برضو نستخدمه في استخدامنا للجدري، هيمنع برضو وصول الجدري. مضاد الفيروسات اللي هو الزفوراكس ده انا دايما استخدمه برضو، ممتاز جدا وتمنه رخيص، احسن طبعا يعني هو مش احسن، هو اوفر طبعا من اللي هو البيطري. طبعا البيطري ممكن يكون مفعوله اقوى شوية، بس هو ده برضو بيؤدي نفس الغرض وهيشتغل معاك كويس برضو. ده انا كنت استخدمته برضو، حابب برضو ان انا اتكلم عليه. طبعا يا جماعة لازم نهتم جدا بالفيتامينات والاملاح المعدنية، و ونعوض طبعا الحمام بتاعنا عن الطاقة اللي هو بيفقدها، وخاصة بقى في الصيف. طبعا احنا داخلين على فصل الصيف، دي حاجات طبعا لازم اتكلم عليها عشان فصل الصيف ارتفاع درجة الحرارة بتبقى برضو مضرة جدا للحمام بتاعنا. لازم طبعا نحمي الحمام بتاعنا طبعا مرة او مرتين في الاسبوع على الاقل، طبعا بالاكتوموسرين اللي احنا كنا اتكلمنا عليه وعملنا عليه حلقة. اكتوموسرين اللي هو البشري برضه حلو جدا يا جماعة في الموضوع ده وهيفيدنا. لازم طبعا ننظف بقى الحمام بتاعنا زي ما اتكلمنا كده، يعني بالنظافة يا جماعة ضروري جدا النظافة طبعا فصل الصيف عشان الجدري والحاجات اللي هي الحشرات بقى اللي هي بتبقى مثلا في السلكات والكلام ده او في الحمام ذات نفسه. هننظف حمامنا بالاكتوموسرين زي ما اتكلمت كده. الزفوراكس ده برضو مضاد فيروسات كويس جدا، هنجيبه برضو لازم نستخدمه. زائد ان احنا بقى هنفتح، محدش دلوقتي يا جماعة في الوقت ده بالذات محدش يبدأ ان هو يفتح، يعني مثلا احنا دخلنا مثلا هنبتدي الجو يدفي. الجو يدفي المفروض انك انت هتصبر، حتى لو انت دخلت في فصل الصيف ما تفتحش خالص الشبابيك بتاعتك عشان ما تقولش درجة الحرارة والكلام ده، عشان ما تعملش مرض للحمام بتاعك. اصبر شوية لما الجو يبدأ يحرر، عشان الجو دلوقتي متقلب. في ناس بدأت تقولك انا هبدأ اعمل زي تهوية دلوقتي الحمام بتاعنا، لا غلط، احنا لسه اصلا ما دخلناش دلوقتي في فصل الصيف، يعني لسه دي بدايات. ممكن يكون الجو نوعا ما اتظبط شوية مع ناس، عند ناس في اماكن، فبرضو ما تفتحش دلوقتي. ضروري جدا بقى ان احنا طبعا زي ما اتكلمنا النظافة للحمام بتاعنا عشان نقدر ننتج زغلول كويس. طبعا الصيف على فكرة بيبقى فيه انتاجه كويس، مش زي الناس ما بتقول مثلا فصل الشتاء انتاجه بيبقى في الزغاليل حلو كده او الكلام ده. يمكن احنا كلنا جربنا الفصل اللي فات، فصل الشتاء اللي فات ده يمكن معظم الناس طبعا ما انتجتش فيه كويس، هو كان فصل مليء بالامراض. بس الحمد لله هنبدا باذن الله نخش المرحله اللي هي الثانيه، طبعا مرحله الصيف. مرحله الصيف برده حلوه جدا في انتاج برده الحمام بتاعنا، مش زي ما الناس بتتكلم، زي ما انا قلت ان مفيش زغاليل والكلام ده ومفيش انتاجه بيبقى قليل، لا ده فصل الصيف حلو جدا كمان في الانتاج. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي الزغاليل اللي هي كانت فوق، انا نزلتها طبعا من فوق من السلكه اللي فوق مع الاسوس بتاعته اهي كده زي ما انتم شايفين، والحمد لله بياكلوها هم. طبعا كنا متكلمين ان احنا محضرين ثلاث زغاليل تحت كل قص، اهو برضو هم مش شرط حتى كمان يتبدلوا على فكره، يعني انا وانا نزلت الاصوص بس انا عارف ان الاصوص دي اللي كانت تحتها الزغاليل حطيت تحتهم اي ثلاثه، مش شرط بقى هو كده كده هياكلهم.
دي كانت نهاية حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناة، دعم لي ودعم للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.